في الست اشهر دول كان هو الهداف. ايوه جاب مش عارف خمس ست جوان ولا ايه في النص موسم يعني. ايوه ورغم كده الرؤيه الفنيه وقتها لازم نجدد بمواصفات جديده. ايوه وحصل وتبنى الفريق. طب تعال الفريق العبقري بقى اللي عمل كل. تخيل انت لو الكابتن ابو تريكه كان صمم يكمل وبعدين تيجي لحظه انك عايز تقول له كابتن ابو تريكه هنعمل ايه السنه الجايه؟ فيقول لك انا عايز العب. وانت كمدير فني بقى جوسيه ساعتها كان هيعمل ايه؟ وهو عارف ان يعني افرض ابو تريكه كمل ثلاث سنين. يعني هو بطل كابتن ابو تريكه بطل وقادر على العطاء. كابتن بركات بطل وقادر على العطاء. وائل جمعه وائل جمعه بطل وهو احسن مدافع في افريقيا. بس هم ادركوا ان الفتره اللي جايه مش ضدهم بالزبط. السن وهي دي السن هيبقى ضده. دي فكره اختيار التوقيت. لكن الشيء الكويس دايما وابدا ان مهما كان لعيب